فيديو كده على السريع، معاناة النسوان الناريات، امرأة الحمل وامرأة الأسد وامرأة القوس، عندهم معاناة مشهورة ومستمرة، وهي المعاناة مع الرجل الخيخة الخرنج الضعيف الجبان. دائما وأبدا القوي بينجذب للضعيف والعكس، والضعيف بينجذب للقوي، أو بمعنى أصح هو المفروض أن القوي ينجذب للأقوياء، ولكن للأسف الشديد أحيانا الضعافة والناس الضعيفة بتيجي تتحامى في الشخص القوي وتلجأ إليه وتحتمي فيه وتقول له أنت سيدنا وأنت مولانا وأنت اللي موكلنا وأنت اللي مشربنا، هو اللي موكلنا كده، اللي هو تفهم. فيا أخي كل النساء الناريات حظهم المنية البنينة ممكن يتجوزوا رجل من الأبراج المائية، رجل برج السرطان، رجل برج الحوت، رجل برج العقرب، الرجال المائيين بشكل عام. أول ما العنصر المائي يزيد في الشخصية بيبتدي الشخص ده يكون ضعيف، ويبتدي بقى يضعف كده، يتهرب من المواجهة، لا يبادر، يخجل، يستحي، يستخبى كده، يعني ما بيكونش راجل. عنصر الرجولة فيه، طاقة اليانج بتبتدي تقل، ويبتدي بقى يصبح شخص ضعيف الشخصية كده، شخص يعني ما له أي شخصية أصلا، ما له أي ملامح، معاهم عليهم عليهم، مع الطيار مستنيكم تقولوا يلا ناكل عشان يجيب أكل، مستنيكم تقولوا يلا نشرب عشان يشرب معاكم، معاهم عليهم عليهم، لا بيحل ولا بيربط، لا بيودي ولا بيجيب، لا بيطلع ولا بينزل، ولا بيعمل أي حاجة خالص في الحياة. هو شخص وظيفته في الحياة بس كده، إنه خيخة كده، شخص كده ما منوش أي فايدة في الحياة. وبتتجوزوا المرأة النارية مع الرجل الخيخة الطري الناعم اللي ما منوش أي فايدة. هنا تبتدي رحلة المعاناة. المرأة النارية تريد أن تشعر بالأنوثة، وتريد أن هي تشعر أن هي مرغوبة، وأن هي في حد بيحميها، وأن في حد بيعولها، وأن في حد بيطبطب عليها، وأن في حد بيصرف عليها، وأن في حد بيهتم بيها. يا أخي في كل الأحوال تريد الشعور أنها امرأة، يعني لازم توصل لها إحساس ان هي انثى، ان هي امرأة، كلمة امرأة او انثى لازم تتدلع، هي كده لازم، لا لازم اي امرأة في العالم تتدلع، تتدلع يعني حضرتك اللي تجيب هدايا، وحضرتك اللي تصرف حتى لو كان راتبك اقل من راتبها، وحضرتك اللي تهتم، وحضرتك اللي تسأل، لازم تحسسها ان هي انثى، لازم تحسسها ان هي امرأة، لازم تحسسها ان هي بنت. في كل الاحوال لازم، في كل الاحوال لازم تكون انت الراجل، يعني فوق تحت شرق غرب شمال يمين لازم تكون انت الراجل، يعني انت الراجل، ما ينفعش تكون هي الراجل، ده المفروض. ماشي يا اخي، بقولك من المصايب ان انت محتاج تدي للعيال دول الاشباه الرجال دورة التأهيل للرجولة، دورة التأهيل كيف تصبح رجل، دورة التأهيل كيف تصبح من الرجال، دورة التأهيل كيف تصبح شنب، يعني بس انت محتاج تديله دور التأهيل كيف يصبح شنب، وكيف يصبح شخص يمكن الاعتماد عليه، وكيف يصبح شخص مبادر وقوي وصاحب رأي وصاحب كلمة وصاحب شخصية وعنده ملامح لشخصيته. مو يعني مو معقولة انت تمشي مع واحد مو ديكتاتور، يعني حاجة من الاتنين، يتمشي مع ديكتاتور وجاهل وغبي، يا اما تمشي مع واحد زي بدر خلف كده. لا دي مصيبة يا راجل، يا راجل دي مصيبة، مفيش في النص، يعني مفيش حاجة متوسطة كده في النص. ايوه، يبقى معاناة النساء الناريات والحل في مشكلتهم دي ان هي توديه معهد الرجال وتبتدي تتكلم معاه وتصنع منه راجل. المهم هنرجع للموضوع بتاع الين واليانج واللخبطة والكلام ده، اللخبطة في الين واليانج. على العموم النساء الناريات بيبقى متهمين دايما ان هم بويات، يعني انت فاهم، والله ما عاد بها رجال، فعدد الرجالة قالوا في الزمن، هو الرجالة ماتت، نص الرجالة ماتت، والنص التاني مات في الحرب، والنص التالت مات مع صدام، والنص الرابع مات في افغانستان، والنص الخامس مات تحت الفيضان، والله ما عاد بها رجال، يعني قليلين. انت نفسك كراجل عشان تصاحب راجل ما عادش فيه، يعني فالراجل دلوقتي بقى بيصاحب نسوان لانه ما فيش رجاله، هنكدب على بعض، يعني هتلاقي راجل في اسرائيل وراجل في العراق، فما يعني فرق المسافه فيما بينهم ما حدش عارف يصاحب حد، فانت ليه تصاحب رجاله زيك؟ اروح صاحب نسوان، انت فاهم؟ والله ما عاد بها رجال. كيف تعرف بقى الرجال اللي هو شوية كده نعوم وطري او طاقة الانوثة عنده مرتفعة؟
الراجل الطري معروف ان هو طري، يعني كده انت تشوفه من ملامح وجهه، من شكله، من حركاته، ما فيها علوم رجال، والله ما عاد بها رجال. في بقى حاجة تاني بقى، الراجل اللي طاقته طاقة الذكورة منخفضة بيبقى واضح، واضح في صوته، واضح في أفعاله، واضح في سلوكياته، واضح في قراراته، واضح في أفكاره، واضح في حاجات كتير. القرار مش هو اللي بيتخذ القرار، الفكر ما عندوش فكر، الرأي ما عندوش رأي، الشخصية ما عندوش شخصية، يسمح للآخرين بإهانته، تابع انقيادي، يسهل إعطاء الأوامر وينفذها زي المحترم. طبعا لو على أهل بيته عادي، يعني حق لك إن أنت تخدم أهل بيتك عادي، ما هو ده الواجب عليك أصلا. لكن الشخص بقى اللي داري يخدم في بيوت الناس وسايب اهل بيته، لا ده مش راجل، ده هو في، يعني الرجوله في سكه وهو في سكه، زائد انه بيتعلق بالرجاله كتير، يعني دائما بيكون معروف الرجل اللي هو مش رجل ان هو سبحان الله سبحان الله، بيقعد مع الرجاله كتير زياده عن اللزوم، ويعني معتبر ان الرجاله دول هم كل حاجه في الحياه. يا عم انت راجل، ايش مقعدك مع الرجاله اليوم كله؟ اليوم كله قاعد مع الرجاله. ايوه، تعرف ان ده عنده مشكلة ليه؟ لان المفروض ان الرجل الطبيعي يكون في حياته شوية نسوة، اي رجل في الحياة عشان يكون عنده طاقة الين واليانج مظبوطة، المفروض يكون فيه الجنس اللطيف موجود في حياتك. انت شخص ما عندكش جنس لطيف في حياتك، ايه بقى مشكلتك في الحياة يا اخي؟ انت ليه ما تعرفش نسوان؟ انا بسألك سؤال، النسوان في كل مكان، انت ليه ما تعرفش نسوان؟ ليه كل معرفتك قاعد مع اصحابك تتلزق فيهم؟ لانك ما بتعرفش تتكلم مع بنات، ولا لان انت ما تعرفش هما البنات عايزين ايه بالظبط؟ طب لما تتجوز كيف هتتعامل مع مرتك وانت اصلا ما بتعرفش تتعامل مع نسوان؟ انت فيك مشكلة يا حبيبي.